بهذه المشاهد والصور من دخول القوات الأمريكية إلى العراق، وتحديدا في فجر يوم 9 نيسان عام 2003، حينها بدأت قصة جديدة من تاريخ السياسة العراقية، قصة كتبت أسطرها الأولى بحبر الحاكم المدني في العراق أنذاك بول بريمر، الذي أسس لنظام حكم يعتمد بالدرجة الأساس على مبدأ التوافق والمحاصصة السياسية في إدارة الدولة. طبعا عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق ورأت بأن نتائج الديمقراطية سوف تفضي إلى وصول أغلبية لا تفضل وجود قوات الاحتلال، عمدت إلى إيجاد نظام المحاصصة. ومنذ ذلك الوقت والحكومات العراقية المتعاقبة تسير على المبادئ التي رسمتها واشنطن في كيفية توزيع المناصب السيادية الثلاث الأهم في البلاد بين المكونات السياسية بحسب مراقبين. من الواضح جدا فيما يخص توزيع المناصب الرئاسية، هذا يعبر عنه عرف سياسي لم يكتب بالدستور، لكن هنالك توافقات سياسية ما بين الكتل بخصوص أن يكون رئيسا كرديا والبرلمان سنيا ورئيس الوزراء شيعيا. أما ملامح تشكيل الحكومة المقبلة وبحسب خارطة التحالفات السياسية التي تمت لغاية الآن، دفعت البعض إلى الإيمان باستمرار سيطرة التوافق على شكل الدولة المقبلة، وذلك على حساب المصلحة العامة للمواطنين. الحكومات السابقة والحكومات المتعاقبة وهسه الانتخابات الجديدة اللي صارت كلها وفق مبدأ المحاصصة والتوافقات وما يسمى الشراكات، على حساب بناء هوية عراقية، على حساب مشروع وطني. إذن فالشراكة السياسية والتوافق هما السبب الأول والأخير في تدهور أوضاع هذا البلد ووضعه في قائمة أكثر بلدان العالم في الفساد الإداري والمالي. جميع المعطيات والقراءات السياسية والشعبية تؤكد بأن الآمال التي رسمها الساسة العراقيون قبل موعد انتخابات أيار الماضي بتشكيل حكومة عابرة للمحاصصة السياسية لن تبقى نفسها على الأغلب، لذا فالانتظار والترقب هما سيدا الموقف لحين الانتهاء من نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات، بعدها يكون للحديث بقية. من بغداد زيد علي، دبليو تي في.